ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يقول: ما نفعله من القيام للضيوف، خصوصا أن هذا للسلام عليهم لا بس، إذا قمت يتسلم على القادم لا في بس، أما إذا قمت وأنت ما أنت مسلم إنما إجلال للداخل هذا ما يجوز. نعم.